نتكلم النهارده عن ريكيرسيف ليست سكوير ميثود، طبعا ار ال اس سي. ار ال اس دي طبعا مهمه قوي الطريقه دي في حاله السيلف تيونينج كنترول اللي هنشوفه في الشابتر القادم. الطريقه دي مهمه قوي في حاله السيلف تيونينج كنترول. طبعا اللي بيميز الريكيرسيف ليست سكوير ان انا بعمل ابديت للبارامتر بدون محتاج للداتا القديمه، بدون محتاج الايتريشنز السابقه. تمام، يبقى البارامتر عندي استيميشن. طبعا ان انا اقدر اعمل لها استيميشن او الاستيميتد موديل للسيستم بيحصله ابديت لكل سامبل انترفال از نيو داتا، از نيو داتا بيكومين افيلابل، يعني بتبقى الداتا الجديده متاحه. تاني يبقى ريكيرسيف ليست سكوير ان انا بعمل ابديت للموديل. تاني اهي تعال نشرحها هنا. سيتا اللي هو السيستم الفيزيكال عندي، انتنة او موتور. انا عايز المعادله الرياضيه، انا حاطط له معادله رياضيه سابقه مبدئيه كده، خلاص هسميها سيتا هات تي ناقص واحد، معادله سابقه. ده الموديل عندي، بحيث السيتا هات ده عباره عن الاستيميتد بارامتر انا حاسبه قبل كده، استيميتد بارامتر انا حاسبه قبل كده، تمام؟ حاسبه من نيست، حاطط له كقيمه انيشال ان كان الطريقه. طبعا بدخل هنا الانبوت عندي وبطلع عندي الاوتبوت هنا، تمام؟ فباجي هنا برضو في الموديل بدخل الانبوت عندي هنا والاوتبوت بتاعه هنا اللي هو الواي هات بدخله بالسالب. اللي بيطلع الفرق هنا ده اسمه مين؟ ابسلون وليس اي هات. ابسلون عندي ده الفرق، خلاص يا حضرات؟ ابسلون ليه؟ لان انت عامل موديل سابق او عامل نمذجه للسيستم عندك بمعادله سابقه. الابسلون دي باخدها وبعمل بيها ابديت ميكانيزم للبارامتر تاني، بشوف هل محتاج ان انا اغير البارامتر بتاعت الموديل ولا لا. الواي هات اللي هنا، الواي اللي هات طالع من هنا دي حضرات عباره عن اكس الانبوت، الانبوت اللي هي اكس في سيتا هات تي ناقص واحد. سيتا هات تي ناقص واحد هو المعادله الرياضيه القديمه للسيستم، باخدها طبعا الخارج بتاعها بطرحه من الاوتبوت بتاع السيستم اللي هو السيستم الاصلي، بيطلع لي ايرور. الايرور ده هسميه ايبسلون هنا، ده الفرق اسمه ايبسلون. باخده بدخله في ميكانيزم معين، معادلات رياضيه معينه باخدها اعمل بيها الابديت للبارامتر بتاعت السيستم، بحيث ان البارامتر الابديت ده يبقى عباره عن الداتا او الموديل للايتريشن القادم. طب ايه النظام ده؟ تعال كده نرجع للمثال السابق اللي انا شرحته في الفيديو اللي فات خاص بالليست سكوير. ركز معايا كده حته مهمه هنا، بص كده عشان تفهم الفرق. طبعا في ايه؟ في الجوريزم وفي مين؟ معادلات رياضيه، لكن انا عايز اوضح لك الفرق بين الليست سكوير والريكيرسيف ليست سكوير. ده كله شرحناه طبعا. عندنا سيستم بالشكل ده، خلاص تمام. عندي بي 0 وبي 1 انون، هو عايز يحسبهم، عايز يحسبهم مره الان تبقى ب7 ومره الان بكام؟ ب8. مره الان ب7 ومره الان ب8 ده عندي كام؟ مرتين. لما استخدم الليست هستخدم الان ب7 كلها، يبقى هاخد 7 مين؟ ايتريشن. هاخد ال7 الايتريشن الاولانيين دول واعمل بيهم مين؟ بجيب بي 0 وبي 1. في حاله ال8 باخد ال8 الايتريشن الاولانيين كلهم، تمام؟ فده طريقه الليست ان انا باخد يعني. وفي الايتريشن، طب لو الايتريشن 20، لو الايتريشن 20 باخد كل الداتا السابقه، كل الداتا السابقه. فعشان كده ال n ب7، لما كانت ال n ب7 لما جيت حسبت الاكس، الاكس عندي كانت كلها كل الداتا السابقه لغايه ال n ب7، تمام؟ فدي كانت ايه البدايه. لما جيت ل n 8، لما جيت ل n 8 ركز معايا كده، رحت خدت 8 ايتريشن عشان احسب بي 0 وبي 1 الجديده، خدت ال 8 ايتريشن كلهم هنا، تمام؟ ودي عامله لي مشكله ان انا بحتاج كل الداتا القديمه قبل كده لما اضيف ايتريشن جديد عشان احسب بي 0 وبي 1 المره الحاليه، فدي عامله لي مشكله. فالريكيرسيف مش بتعمل كده، مش بتحتاج للداتا القديمه في كل ايتريشن، لا بتعتمد على الايتريشن الجديد بس، وبناء عليها بحسب التغير في قيم البارامتر، بناء عليها بحسب مين؟ قيم البارامتر الجديد. ده معنى الكلام ده ان قيمه البارامتر عندي بيحصل لها ابديت في كل اتش مين انترفال، في كل سامبل انترفال جديده، بدون الحاجه للداتا القديمه، الداتا القديمه كلها بحتاجها اول مره بس، لكن في كل ايتريشن جديد بحتاج للداتا الجديده او السامبل انترفال الجديد
الخاص بالداتا، تمام؟ بس دي الفكرة، تمام؟ طيب طبعا هو بيشرح هنا بيقول لك النيو انبوت اوتبوت داتا، النيو انبوت اوتبوت داتا الايتريشن الجديد بيكم افيلابل عندي ات اتش سامبل انترفال ذا موديل بيزد اون باست انفورميشن، اللي هو اللي كان سيتا هات تي ناقص واحد. ده بيحصل له ايه؟ يوزد تو اوبتين ان استيميت واي هات للكرنت اوتبوت اللي منه برجع تاني اعمل بيه ابديت للبارامتر بتاعت الموديل، تمام؟ الكلام ممكن ما يبقاش مفهوم قوي، مفهوم قوي. طبعا هنا في شويه معادلات كده يعني ممكن تحاولوا تقروها، طبعا ده مش موضوعنا، بس اللي عايزك تعرفه ان الواي هات دي عباره عن بريدكتيف اوتبوت، بريدكتيف اوتبوت دي اللي طالعه من الموديل، الواي هات دي اللي طالعه من الموديل اسمها بريدكتيف اوتبوت، دي جاي من فين؟ اللي هي هنا دي، اللي هي دي اللي هي خارج الموديل ده، تمام؟ طيب اما عندنا الابسلون دي هي عباره عن الواي اللي هي البلانت او الفيزيكال بلانت عندي ناقص الواي هات، الواي هات قلنا اللي هي الاكس في سيتا هات، خلاص؟ طيب السيتا هات عندنا عباره عن اسمها مين؟ السيتا هات عندنا اللي هي الاستيميتد بارامتر، استيميتد بارامتر، تمام؟ طيب في حاله ان السيتا هات القديمه بتاعت الموديل ساوي السيتا هات الجديده الحاليه نتيجه الالجوريزم، يبقى كده انا وصلت للموديل الصح. طول ما ان القديمه ساوت الحاليه يبقى خلاص كده وصلت للموديل الصح، يبقى كده خلاص عملت نموذج صح. طب اعمل الخطوات ازاي؟ بيقول لك الار اس، الار ال اس الجوريزم خطواته ات تايمز ستيب تي زائد واحد وليكن الان، وليكن بيقول لك عند الان ب7، يبقى تي زائد واحد بتساوي 7، يبقى تاني ات تايم ستيب تي زائد واحد، يبقى هي الستيب الحاليه، تمام؟ بقيس اكس تي زائد واحد اللي هي نيو داتا عشان هستخدمها، خلي بالك بحتاج اكس تي زائد واحد، اكس تي زائد واحد اللي هو النيو ايتريشن فقط وليست لكل الباست مين داتا الحالي بس. طبعا بجيب الابسلون تي زائد واحد اللي يساوي واي تي زائد واحد ناقص اكس كابيتال تي زائد واحد في سيتا هات، خلاص تمام. طيب الاكس دي اللي هي مين؟ الاكس اللي فوق يا حضرتك، اللي هي مين؟ الجديده اللي فوق. طيب بجيب حاجه اسمها جيم فيكتور كي تي زائد واحد، بجيبه المعادله دي البي، واحنا خدنا بي البي اوف تي، خلي بالك البي اوف تي يعني القديمه تاني، يبقى انت بتجيب كي تي زائد واحد الحاليه، يبقى البي تي بي اوف تي القديمه، البي اوف تي عباره عن ايه؟ اكس ترانسبوز في اكس اس ماينس واحد، خلاص؟ طيب اضربها في اكس ترانسبوز تي زائد واحد، واحد زائد اكس تي زائد واحد في البي في اكس ترانسبوزد تي زائد واحد، تمام؟ كل الكلام ده هيبان في المثال، طبعا الموضوع ممكن يبقى صعب، لا هو مش صعب، هو كل الالجوريزم ده هطبقه في المثال، خلاص يا حضرات؟ وبالتالي انا اللي كنت مستخدمه هنا سيتا سيتا هات اوف تي، دي الاستيميتد بارامتر القديمه، القديم، انا عايز سيتا اوف هات تي زائد واحد دي الجديده، اسمها استيميت نيو بارامتر الجديده، خلاص؟ عباره عن القيمه القديمه في الجين كي في الابسلون، خلاص يا حضرات؟ طيب وبالتالي انا خلصت كده السيتا هات دي الجديده هي دي النيو بارامتر عندي الاستيميتد الجديده، خلاص؟ طيب خلص المطلوب، خلص، بس انا نفترض اديتك النيو ايتريشن تاني، يبقى هحتاج البي، لان البي هنا كانت انا مستخدمها من الحاله السابقه اللي هنا، صح؟ فلازم اجيب النيو بي تي زائد واحد هي دي اللي هستخدمها في الايتريشن اللي بعد كده، هعيد استخدامها في الالجوريزم في حاله الايتريشن اللي بعد كده. بتساوي البي اوف تي القديمه ناقص الكي تي زائد واحد في البي اوف تي كي ترانسبوزد تي زائد واحد الكل ترانسبوزد، خلاص؟ طبعا انت حصلت على البي هنا، لما اديك ايتريشن جديد بتروح تجيب الاكس تبتدي تطبق الخطوات من رقم واحد مره ثانيه. ممكن الموضوع يبقى صعب، تعال نشوف المثال. المثال بيقول لي فور ان بتساوي 8، بيقول لي ريبيت المثال اللي فات في حاله ان ان بتساوي 8 9 10، خلاص؟ حالة الـ n بـ 8 وحالة الـ n بـ 9 وحالة الـ n بـ 10، هو مديني الـ n بكام؟ بـ 8، الـ n بـ 8 من المثال اللي فات، يبقى أنا محتاج مين؟ يبقى أنا محتاج لما الـ n تساوي 7، لأن تساوي 7 أنا جايبها في المثال اللي فات بطريقة الليست سكوير، يبقى بيقول لك
ان ال n بتساوي 7 بطريقه الليست سكوير، خدها عشان تعمل بيها ابديت تجيب لي ال n ب 8 في حاله ريكيرسيف. تاني يبقى الخطوات كالاتي: n بتساوي 8، يبقى كل الالجوريزم اللي فات هتحط t ب 7 وتي زائد 1 ب 8. تاني المعادلات اللي فاتت ال n ب 8 هنا، يبقى كل المعادلات اللي فاتت دي يبقى اقول له at التايم ستيب تي زائد 1، يبقى احط تي زائد 1 هي اللي بكام؟ ب 8. خلاص يا حضرات، وتي عندنا حطها ب 7. خلاص يبقى تي ب 7 وتي زائد 1 ب 8. انا عايز عندي ات تايم ستيب تي زائد 1 اللي هي 8 اللي هي المطلوبه، يبقى تي ب 7 وتي زائد 1 بكام؟ ب 8. خلي بالك في المعادلات. يبقى اول خطوه، اول خطوه بجيب اكس كابيتال اوف 8. اكس كابيتال اوف 8 يا حضرات اللي هي بتعتمد على المعادله اللي فاتت، المعادله اللي فاتت اللي احنا شرحناها اللي كانت اصلا ان الاكس عندنا كانت بتساوي اليو اوف كي يو كي ناقص 1. خلاص طيب لان بكام؟ ب 8. يبقى اكس اوف 8 بتساوي يو اوف 8 يو اوف 7، لان الكي بكام؟ ب 8. يو اوف 8 يو اوف 7 كده رو، هتعوض من الجدول تطلع ب 6 من 10 و4 من 10. خلاص يلا، الابسلون تي زائد 1 بتساوي واي تي زائد 1 ناقص اكس تي زائد 1 سيتا هات اوف تي. قلنا التي هنعوض عنها ب 7 وتي زائد 1 ب 8، تبقى ابسلون اوف 8 بتساوي واي اوف 8 ناقص اكس اوف 8 سيتا هات اوف 7. تمام يا حضرات؟ طيب يلا، الواي اوف 8 دي هتجيبها من الجدول ب 1 و4، اكس اوف 8 انا جايبها فوق اهو. تمام؟ جايبها فوق اهي. طيب سيتا هات اوف 7، ارجع لمثال واحد. مثال واحد سيتا هات اوف 7 انت جايب بطريقه مين؟ الليست سكوير. هتلاقيها في مثال واحد اللي مشروح في الفيديو اللي فات. اهي عوضت عنها طلعت الابسلون عندي بالقيمه دي. دايما الابسلون حضراتها هتطلع كونستنت. يلا كده، الجين عندنا الكي تي زائد 1 دي معادلتها. خلاص؟ هتتحفظ. بروح اعوض عن تي زائد 1 ب 8 لان الان مداني ب 8. يبقى بي اوف تي يعني بي 7، اكس ترانسبوز تي زائد 1 يعني اكس ترانسبوز 8. يلا 1 زائد اكس 8 بي 7 اكس ترانسبوز 8. هنعوض، هنجيب البسط لوحده والمقام لوحده. تعال نجيب البسط. يلا بي اوف 7، بي اوف 7 انا جايبها في المثال الفات، بي اوف 7 انا جايبها في المثال الاول. ارجع للفيديو الاولاني، بي اوف 7 انا جايبها بطريقه الليست سكوير، طريقه الليست مين سكوير، فانا لازم تعتمد على قيم سابقه، دي مشكلتها. خلاص يبقى بي اوف 7 اكس ترانسبوز اوف 8، اكس ترانسبوز انت جايبها في خطوه واحد، اعمل لها ترانسبوز بقيت بالشكل ده، اضرب الاثنين في بعض طلع بالشكل ده. عندنا المقام، المقام خلي بالك واحد زائد، مش هنحط الواحد دلوقتي، هنقول اكس في بي في اكس ترانسبوز، يبقى اكس اوف 8 بي 7 اكس ترانسبوز 8. عندنا الاكس 8 اهي، عندنا بي اوف 7 جبناها، خلي بالك بي 7 اكس ترانسبوز اهي انت جايبها فوق، يبقى خدها عوض بيها هنا. تمام اهي اللي هو الجزء الثاني ده على بعضه، ده اللي هي حته واحده دي. تمام ضربتهم طلعت كده، يبقى عندي الابسلون تطلع كونستانت وعندي الكي بتطلع كونستانت برضه. خلاص سوري هتطلع فيكتور، انا سوري انا جبت كده البسط وجبت المقام. المقام يا حضرات بيطلع كونستانت، المقام لازم يطلع كونستانت لان بيتجمع على واحد، لازم يطلع كونستانت عشان بيتجمع على واحد. اجمع على دي واحد تبقى 1 زائد 7 من 10، والبسط عندي مين؟ فيكتور. اقسم كل قيمه في الفيكتور ده على المقام، يبقى 2 و14 من 100 اقسمها على 1 و7 تطلع 1 و2، سالب 1 و4 على 1 و7 تطلع سالب 8 من 10. لازم القيم تبقى ايه؟ ما تقربش قوي، ما تقربش القيم حضرات، تاخد تقريبا 3 ديجيت بعد العلامه او 4 ديجيت، ما تقربش القيم، تقريبك للقيم غلط. خلاص طلع الكيب كام؟ في فيكتور بالطريقه دي، لازم يطلع فيكتور. اما الابسلون كونستانت. المعادله السيتا هات تي زائد 1 بتساوي سيتا هات اوف تي زائد كي تي زائد 1 ابسلون تي زائد 1. ابسلون تي زائد 1 انت جايبها. خلاص؟ طبعا سيتا اف هات، ركز معايا، الابسلون والكي انت جايبها. بص كده هنعوض عن تي زائد 1 ب 8 والتي ب 7، يبقى الابسلون عندي ابسلون 8 انت جايبها فوق، وعندي الكي كي 8 انت جايبها في الخطوه اللي فوق، اللي فوق منها. اما سيتا اوف تي هات اوف تي تبقى سيتا هات اوف 7 لان قلنا التي ب 7.
لما يقول لك ان ب 8 في ريكيرسيف يبقى تي زائد 1 هي اللي ب 8 خلاص، والتي ب 7 يبقى سيتا هات اوف 8 دي اللي عايزها، هي دي النو بارامتر اللي انت عايزه، هي دي البارامتر الجديده في حاله ان انت ضفت ايتريشن جديد اللي هو قيمته مين الايتريشن الثاني. فهنعوض عن سيتا هات اوف 7 اهي، دي انا جايبها من الليست سكوير قلنا، وكي 8 وابسلون 8 انت لسه جايبهم في المساله. خلي بالك لما اضرب ثابت في فيكتور يبقى الثابت يتضرب في العنصر الاول والثابت يتضرب في العنصر الثاني، خلاص ابتدي اجمع العنصر الاول مع العنصر الاول يطلع 6 من 10، العنصر الاخير مع العنصر الاخير يطلع 22 من 100، تمام؟ يبقى كده انا جبت سيتا هات اوف 8، ده المطلوب من المساله. حلو؟ خلصت كده؟ اه خلصت. بس خلي بالك في نقطه مهمه هنا، بيقول لك ايه؟ انا عايز عند الان بكام؟ ب 8، وعايز كمان عند الان ب 9 والان ب 10. طب الان 9 عشان اكملها او اجيبها لازم بعتمد على الداتا او متغيرات من ان ب 8، فانا لازم اجيب له البي عند مين؟ 8، لان في المساله انا استخدمت بي ب 7. فاجي في الخطوه الاخيره لازم اعمل ابديت للبي، اقول له البي تي زائد 1 بتساوي بي القديمه ناقص كي في بي. اكس ترانسبوز لكل ترانسبوز، نعوض، عوض عن تي زائد 1 بال8 وعوض عن التي ب 7، تطلع المعادله اهي. بي اوف 8 دي مش عندك انت عايزها، البي اوف 7 دي قديمه عندك، كي 8 عندك، بي 7 عندك، اكس ترانسبوز 8 عندك، الكل تعمل له ترانسبوز ما تنساش. خلاص هنجيب مين؟ هنجيب اللي جوه الاول، بي 7 اكس ترانسبوز، انت مش جايبها فوق؟ اعتقد ان انت جايبها فوق اهي بالقيمه دي. هتروح تعمل ايه؟ بي 7 اكس 8 تعملها ترانسبوز، تبقى بدل ما فيكتور تبقى رو، وعندك كي 8 من قدام اهي نزلت زي ما هي لان هي موجوده عندك فوق، تضرب الاثنين في بعض تطلع بالشكل ده. خلاص تطلع عباره عن مين؟ ماتريكس عباره عن ايه؟ 2 في 2 لان المتغيرات عندك 2 بي 0 بي 1، بي 0 بي 1، ارجع لمثال 1 المعادله محتاج بي 0 بي 1. عندنا بي 7 هنا هنطرح منها، يبقى بي 7 عندك اهي ناقص القيم اللي انت جبتها اللي هي حسبتها من فوق يطلع الطرح اهو، خلاص تطلع بي 8. بي 8 حضرات قلنا لازم تلاحظ ان ده القطر، تمام؟ لازم تلاحظ ان سالب 3 هنا 57 من 100 وسالب 3 57 من 100، في ميرور حوالين القطر الرئيسي. لو ما طلعش ميرور والقيم حوالين القطر الرئيسي اللي معمول لها ميرور دي القيم متساويه، انت حليت غلط، عيد او فكر تاني او شوف الخطأ فين. تعال كده يلا الان ب 9، اه الان ب 9، يبقى انا مش محتاج اروح امسك الجدول كله واجيب لتسعه داتا او تسعه ايتريشن قبل كده، لا في الريكيرسيف مش كده، بعمل ابديت بالقيمه الجديده يبقى اقول له اكس تي زائد 1، يبقى اعوض عن تي زائد 1 المره دي بكام؟ اه تي زائد 1 لما الان ب 9 تطلع هي ب 9، والتي اعوض بيها بكام؟ ب 8. هنعيد المساله تاني، يلا انا محتاج اكس 9 لاكس تي زائد 1، خلاص يبقى ايه؟ فاكر المعادله اللي فاتت يو اوف كي يو كي ناقص 1، يبقى يو 9 يو 8. طبعا المعادله دي بتتغير بتغير المساله، يعني يو 9 يو 8 دي مش ثابته، دي بناء على معادله السيستم، خلاص معادله السيستم زي ما قلنا فوق ان هو عباره عن فيكتور يو كي يو كي ناقص 1. عوضت من الجدول يبقى 8 من 10 6 من 10 حطيتها ارو، الابسول عندي ادي المعادله بتاعتها زي ما انت شايف، عوض عن التي ب 8 والتي زائد 1 ب 9، تطلع المعادله الجديده اهي يو واي 9 دي من الجدول 1.9 من 10، اكس 9 عندك انت جايبها فوق اهي، اه سيتا هات اوف 8 دي جايبها من فين؟ اه جايبها من المثال اللي فات، بص كده سيتا هات اوف 8 اهي، سيتا هات اوف 8 اهي، اخدها دي واطبقها في الايتريشن الجديد، دي سيتا هات اوف 8، هو ده حضرات البارامتر القديم، عشان كنا كده الريكيرسيف بيعمل ابديت للبارامتر القديم لكل ايتريشن جديد، لكل ايتريشن جديد بدون ما احتاج للداتا القديم، خلاص؟ طيب سيتا هات اوف 8 انا عوضت عنها اهو، جبت ابسلون اوف 9، طبعا هيطلع ايه؟ يطلع كونستانت ثابت قلنا. طيب يلا الكي، اه الكي دي معادلتها، اعوض عن تي زائد 1 ب 9 واعوض عن التي ب 8، يلا كده هروح نجيب البسط، بي البسط هنا هنجيب بي 8 اكس ترانسبوز 9، يبقى هنجيب بي 8 اكس ترانسبوز 9، اه بي اوف 8 فين؟ اه ده انت جايبها في المثال اللي فات، المثال اللي فات اللي فوق منه
اللي هو بي 8، عشان كده انا احتجت بي اوف 8. ليه احتجتها؟ عشان كنت هستخدمها في الايتريشن اللي هو 9. اهو بي اوف 8 اهي، شايفها؟ انا جايبها في المثال اللي فات، رغم ان هي مش مطلوبه في المثال اللي فات، بس انا جبتها عشان احل بيها الايتريشن الجديد. خلاص؟ فانا بي اوف 8 معوضت عنها، اكس ترانسبوز 9 موجود عندك في اول ستيب فوق، اول ستيب ضربت طلعت بالشكل ده. يلا كده المقام عندنا، ادي المقام، مش هجيب الواحد، لا هجيب الاكس في البي في الاكس ترانسبوز ده اهو. بي 8 اكس ترانسبوز 9 اللي هي بالفيكتور اللي فوق، اكس في 9 عندك بالرو ده، اضرب الاثنين في بعض يطلع مين؟ القيمه دي تطلع ثابت، عشان الثابت ده هيتجمع على الواحد في المقام عندك هنا زي ما انت شايف كده. يلا عوض كده، بي في 8 اكس ترانسبوز عندك بالرو اللي فوق ده، خلاص؟ هتقسم كل قيمه منه على الثابت اللي تحت، كل قيمه منه اللي هو 1.43 على 1.6 تطلع ب 89. سالب 8 من 10 او سالب 9 من 10 على 1.6 تطلع بالقيمه دي، ما تقربش. انا بقرب في الكلام لكن انت في الحل ما تقربش، خد لغايه 4 ارقام 10، خلاص؟ تطلع كي 9 الجديده، كي 9، خلاص؟ بعد التعويض في المعادله لازم يطلع مين؟ يطلع فيكتور. الفيكتور ابعاده ده عباره عن 2 اللي بيساوي عدد البارامتر. خلاص يا حضرات؟ نسيت صح في المثال اللي فات اوضح لك حاجه. المثال اللي فات انت جبت سيتا هات اوف 8، صح؟ في المثال ده مش جبت سيتا هات اوف 8 اللي هي بتساوي ايه؟ اه فاكرين من المثال الاول في الفيديو اللي فات، اه بتساوي بي 0 بي 1، يبقى 6 من 10 هي بي 0، البي 1 اللي هي 2 و26 من 100 عشان ما تنساش. يبقى انت حسبت كده بي 0 بي 1، ممكن ارجع اعوض بيهم في معادله السيستم زي ما هو الدهن فوق. نرجع للمثال بتاعنا، المثال الثاني، نركز مع بعض. يلا كده اه معادله سيتا اهي طبعا محفوظه، هنبتدي نعوض. سيتا هات اوف تي اللي هي سيتا هات 8، هنعوض عن تي زائد 1 ب 9، يبقى تي 9 ايبسلون 9 بتساوي سيتا هات اوف 9. ايبسلون 9 انت جايبها من الخطوه اللي فاتت، كي 9 انت جايبها من الخطوه اللي فاتت، سيتا هات اوف 8 جايبها من المثال اللي فات. المثال اللي فات عوض يا حضرات بعد التعويض. ما تنساش لما تيجي تجمع في المصفوفات الثابت يتضرب في اول عنصر هنا والثابت يتضرب في اخر عنصر هنا، لان دايما المصفوفات الثابت بيتضرب في كل عناصر، دايما الثابت بيتضرب في كل عناصر المصفوف. هنجمع هنا كده يطلع مين بالشكل ده. عارفين دي عباره عن ايه؟ اه بي 0 بي 1، اه يبقى كده بي 0 القيمه الجديده وبي 1 القيمه مين الجديد، خلاص؟ اه هنجيب بي تي زائد 1، مش خلصت المساله كده، خلصت، بس هنجيب بي تي زائد 1 المعادله البي الكوفاريانس ماتريكس الجديده. ليه بجيبها؟ عشان اجيب الان ب 10، عشان هحتاجها في الان ب 10، لان ب 10 هتحلها في البيت، خلاص؟ فانا لازم اجيب البي 9 عشان هحتاجها في الان ب 10، خلاص؟ ادي معادلتها، ابتدي اعوض من فوق. عوض خلي بالك، خلاص؟ ما تنساش هنا في ترانسبوز، عشان كده فوق كانت رو خليتها فيكتور هنا، تمام؟ طيب وعندي اصلا البي 8 اكس ترانسبوز اهي اللي هي بي 8، وعندي اكس ترانسبوز اهي طلعتها فيكتور، خلاص؟ هجيب مين؟ هجيب المعادله اقسمها. طبعا انا ممكن بالاله بحط كله مره واحده في المعادله وبطلع الناتج النهائي على طول، يعني انا ممكن في الاله ادخل دي كلها مره كلها كده على بعضها بطلع الناتج. طبعا المهم انت هتضرب عندك، هتحط ادي كي 9 والبي 8 اكس ترانسبوز كانت فيكتور فوق بيترو. ليه؟ لان في ترانسبوز ده هنا، خلاص؟ طيب ضربتها طلعت كام بالشكل ده؟ يبقى بي 9 بتساوي بي 8 ناقص القيمه اللي انت طلعتها فوق، طلعت بالشكل الجديد ده. ادي عندك الرو، لازم القيمه اللي هنا دي بتساوي القيمه دي في ميرور، تمام؟ خلي بالك، خلي بالك الليست سكوير انا في الان ب7 لازم انا حاسبها، معتمد على كل الداتا القديمه كلها الان ب7، كل الداتا القديمه. لما استخدمت الليست في ان ب8 استخدمت كل الداتا القديمه برضو في مثال 2، تمام؟ ومنها حسبت البارامتر الجديده اللي هي بي 0 وبي 1. هتلاقي بي 0 هنا 32 من 100، هنا بقيت 59 من 100، يعني حصل لها ابديت. لما انا زودت ايتريشن في الليست حصل لها ابديت. هنا كانت 2.45 بقت 2.26، حصل لها ابديت. يا حضرات البي دي، البي دي الكوفارينس ماتريكس، ودي مهمه في الابديت. لما الان بقت 8 اتغيرت برضه، في تغييرها لاحظ ان برضه بتبقى سيمتريكال،
يعني القيم حوالين القطر الرئيسي متشابهه بيحصل لها ميرور. فانا استخدمت جبت ال ان ب 8 بطريقه الليست، ده مثال 2. في مثال 3 انا جبت ال ان ب 8 في حاله الريكيرسيف. الريكيرسيف دي في حاله ال ان 8 ما استخدمتش الداتا القديمه كلها، استخدمت النيو ايتريشن فقط، واعتمدت على السيتا هات، اعتمدت على سيتا هات اوف 7، واعتمدت على بي اوف 7 عشان احسب ال ان ب 8 في حاله الريكيرسيف. اعتمدت على سيتا هات اوف 7 وبي اوف 7، اللي هو استخدمت القيمه اللي هنا دي سيتا هات اوف 7 وبي اوف 7، ومنها حسبت بي 0 وبي 1 الجديده بدون ما اعتمد على ان انا اخد الجدول كله في حاله ال ان ب 8، اخد 8 ايتريشن، لا ده انا اخدت عند ال ان ب 8 بس النيو ايتريشن فقط. حسبت برضو عندي مين البي، طبعا في ايبسلون هنا ظهرت فانا الايبسلون حسبتها. قارن ان ب 8 في حاله الريكيرسيف مع ان 8 في حاله مين الليست، قارن كده هتلقى في فروق. قارن بين البي برضه هتلقى في فروق. خلاص. اما ال ان ب 9 هنا ال ان ب 9 اعتمدت على الداتا بتاعت ان ب 8 من ناحيه ايه؟ ان انا اعتمدت على سيتا هات اوف 8 واعتمدت على بي اوف 8 القديمه عشان اجيب سيتا هات اوف 9، ودي عباره عن بي اوف 9. خلاص، يبقى دي حضرات بي اوف 9 ودي سيتا هات اوف 9، عشان اجيبهم اعتمدت على سيتا هات اوف 8 بي اوف 8. حلو تمام. طب انت في حاله ان ال ان ب 8 اعتمدت على الليست سكوير اللي قبل كده، الليست سكوير السابق، طب نفترض ان انا عايز ابدا المثال بالريكيرسيف من بدايه من الزيرو وما اعتمدتش على الليست خالص، ابدا ازاي؟ ابدا سيتا هات اوف 0 بتساوي 0، بحط الانيشال للبارامتر ب 0 وبحط بي اوف 0 لان انا بعتمد على تي زائد 1 في النيو ايتريشن، هخليها بكام؟ ب 1. يبقى تي القديمه بخليها بكام؟ بزيرو. يبقى الاستيب الحاليه تبقى تي زائد 1 بتي، والتي القديمه اخليها بزيرو. تي اوف 0 انا عايز عند تي زائد 1 اللي هي ب 1، فانا لازم تبقى عندي سيتا هات اوف 0 القيمه السابقه، لازم تبقى عندي بي اوف 0. طب انت ما فيش اي موديل قبل كده انت عامله، فانت بتخلي سيتا هات اوف 0 ب 0، بتخلي بي اوف 0 قيمها 100 اي او 300 اي او 1000 اي، بحيث الاي مصفوفه الوحده، بمعنى ان البي بخليها كده، بص معايا كده، مصفوفة الوحدة لو كانت ثنائية، لو كانت هديك مثال على 2 في 2، خلاص؟ هنا القطر الغير رئيسي بيبقى 0، القطر الرئيسي بيبقى 1، بس أضربه في 100 أو أضربه في 300 أو 1000، هناخد مثال هنخليها 200 و200، خلاص؟ ده مين؟ ده البي، بس بي في مين؟ وفي 0، خلاص؟ دي القيمة القديمة، وسيتا هات في 0 وفي 0، تخلي بالك 0 معناها ان عندك لو اتنين متغيرين بس، لو متغيرين بس بي اوف 0 و0 تبقى 0 و0، تبقى كده حضرتك، خلاص؟ تبقى بالشكل ده، بي 0 ب0 وبي 1 ب0. طيب ركز معايا كده، ال n هو مين؟ السامبلز، عدد السامبلز او عدد الايتريشن. بيقول لي كل ما اعمل انكريزنج للسامبل نمبر اللي هو ال n، لان هنا بص كده ال n لما كانت ب7 الان لما كانت ب7 انا حصلت على مين؟ على سيتا هات معينه، تمام. طيب لما الان بقت ب8 السيتا هات اتغيرت، يبقى البارامتر نفسها الطاقه اتغيرت، حصل لها ابديت، فكل ما زود عدد الان بحصل على استيميشن للبارامتر بيقارب من الايديال او بيقارب من البلانت نفسه او بيقارب من الفيزيكال سيستم. خلاص. تاني يبقى انا الكلام النظري بيقول لك ان لازم ازود ال n، كل ما ازود ال n بيحصل ايه للبارامتر نفسه؟ بيقترب من الايديال، بيقترب من البلانت نفسه. فبالتالي الكوفاريانس ماتريكس اللي هي البي بيقول لك ديكريز. لما يحصلها ديكريز بيقول لي معناها ان البارامتر بتقترب من القيمه ترو، بتقترب من قيم البلانت، يبقى انت بتعمل نمذجه صح. او انت قربت من الموديل الصح. خلاص. كل ما البي اوف تي تقترب من الزيرو، البي اوف زيرو دي معناها الانيشيال،
اما اوف بي اوف تي بتساوي زيرو، دي معناها الفاينل فاليو. بي اوف تي لما توصل للزيرو معناها ان انت وصلت للقيم الترو بتاعت السيستم، خلاص. بتساوي الفا في اي اللي هو القيم اللي انا قلتها لك، وقلنا الفا عباره عن 1000 او 10 اس 7، خلاص. طيب ركز معايا كده، نفترض ان عندي سيستم في بارامتر واحد اسمه ايه، واحد بارامتر واحد، وليكن ادي معادله، ادي بسطها كده بالشكل ده، واحد زائد ايه واحد زد اس ماينس واحد، ده سيستم. من المجهول هنا ده فيرست اوردر، خلاص الاي واحد بس. فبيقول لك كل ما الان بتزيد انت بتعمل استيميشن الاي دي، الاي واحد دي بتعملها استيميشن، فكل ما الان بتزيد القيم بتاعت الاي واحد هات تقترب من الايديال، لغايه عند الان تقترب من ما نهايه، يبقى انت وصلت للقيمه الحقيقيه بتاعت السيستم. دي القيمه الحقيقيه بتاعت السيستم كده، خلاص انت عملت نمذجه صح، تمام. طيب في مشكله، لو انتوا لاحظتوا في بدايه الفيديو اللي فات قلت لك احنا عشان نبدا بالليست او ريكيرسيف لازم يبقى عندي الموديل صح. طب انت بتعمل تصميم بدائي للموديل، يعني انت استخدمت موديل بالشكل ده زي المعادله اللي انا كتبتها كده دي، اعرفك ان الموديل ده بيصف السيستم صح، ممكن يطلع غلط، فانا محتاج اغير الموديل تاني. يعني انت قعدت تعمل استيميشن للاي واحد اللي هنا دي، وللاسف القيم كلها مش ظابطه، فبالتالي انت محتاج تعمل اعاده تغيير معادله السيستم دي، اسمها الموديل نفسه، معادله الموديل. فانا ايه اللي بيعرفني الموديل صح ولا غلط؟ اول حاجه ده الفيزيكال اوتبوت عندي بتاع زي الموتور او الانتينا الخارج بتاعها، الواي ام ده خارج المعادله الرياضيه اللي انت بتحطه، فانا بطرح الاثنين من بعض وبربحهم وبعمل مجموع لكل الايتريشن، مش انت بتعمل عدد معين من الايتريشن ان ب 7 ب 8 ب 10، فبكل مره بتاخد الواي فيزيكال ناقص الواي موديل تربحها وتعملها سميشن لكل الايتريشن وتقسم بره على عدد الايتريشن. لو انتوا فاكرين دي شبيهه قوي بالايرور اللي خدته في القياسات، ان بطرح مين الخارج من هنا ناقص الخارج اللي هو بتاع الموديل وبربعه وبعمل سميشن لكل القيم دي واقسمها على عددها بره، دي يطلق عليها المين سكوير ايرور، مين سكوير ايرور، خلاص تمام. الطريقه دي يطلق عليها عشان اعمل تيستنج للاوردر اللي انت اخترته صح ولا غلط، يطلق عليها الريزيدوال تيست. الطريقه دي اسمها الريزيدوال تيست عشان اتاكد ان الموديل اللي اخترته صح ولا غلط. لما الام اس اي تقترب من الزيرو، لو القيم بتاعتها بقت بزيرو او تقترب من الزيرو يبقى الموديل اللي انت اخترته صح. طب لو القيم بتاعتها كبيره يبقى الموديل انت اللي اخترته مش صح، غير الموديل، غير الموديل، غير التايب نفسه، بدل فيرست اوردر خليه سكند اوردر. طيب ليه انا ربعت القيم هنا؟ لان وارد يا حضرات يبقى في قيم سلبه موجبه، ممكن يبقى الواي بلانت والواي موديل يبقى القيم سلبيين، يبقى القيم موجبه، فانا بعمل التربيع عشان اتلاشى القيم مين؟ السلب. طيب انا اسيوم الان سمول بتساوي واحد، خلي بالك الان سمول دي تساوي واحد، دي معناها الاوردر بتاع السيستم، فيرست اوردر سيستم، يبقى المعادله ممكن تبقى ايه؟ تبقى زي اللي انا شرحتها فوق، ده فيرست اوردر. المعادله اللي انا كتبتها فوق دي فيرست اوردر، يبقى الان سمول عندك بتساوي واحد، دي الاوردر بتاع السيستم. اما الان كابيتال دي عدد الايتريشن، ان كم مره عملت سامبلنج؟ كم مره دخلت الانبوت وحصلت على اوتبوت؟ تمام؟ دي اسمها مين؟ عدد الايتريشن، تمام؟ او عدد السامبلز اللي انت طبقتها. يبقى الاسيوم ال ان بتساوي واحد، هنروح نرسم، شايف الاوردر؟ يبقى هعمل ايه تاني؟ انا هختار ال ان بواحد، اختار ال ان بواحد، واروح اخد الايتريشن عندي عدد كبير وليكن 20 ايتريشن، ال ان كابيتال ب 20، ونطبق المعادلات بتاعتنا على الفيرست اوردر ونحسب الام اس اي. نفترض لو كان السيستم فيرست اوردر القيمه طلعت كده كبيره، فانا برسمها مع الاوردر، خلاص؟ هروح نخلي الاوردر باثنين، غير معادله الاوردر، السيستم نفسه هنخليها اوردر اثنين، ونروح نطبق 20 ايتريشن. يبقى الاوردر لما بين اثنين طلعت الام اس اي بالقيمه دي، لاحظ انها بتقل. لما خليت الاوردر بثلاثه ورحت مطبق نفس المعادله دي، وخليت الان كابيتال ب 20 طلعت بالقيمه دي. لما طبقت الان سمول باربعه موديل اربعه، يعني معادله السيستم نفسها الاوردر بتاعها اربعه، وخليت الان كابيتال هنا ب 20، يعني عملت 20 ايتريشن 20 سامبلز طلعت بالقيمه دي. حلو؟ فانا من الرسمه اقدر استنبط ان الموديل بتاع السيستم 3. الموديل 3. خلاص؟ تمام؟ طيب
لان الام اس اي بزيرو او تقترب من الزيرو. لما الام اس اي بتساوي زيرو او تقترب من الزيرو يبقى الاوردر اللي انت طبقته في الحاله دي اللي هي الان سمول بتساوي الاوردر بتاع السيستم. خلاص. طيب وزي ما قلنا من الرسمه اللي فاتت بالتالي الاوردر بي بكام؟ 3. طبعا بيقول لك عمليا للبراكتيكال سيستم الام يا فيرست اوردر يا سكند اوردر يا فيرست اوردر يا سكند اوردر مش بيطلع بره دول. طيب انا فيزيائيا لو عايز اعرف ان الان كوريكت ولا لا، قلنا من الام اس اي من الرسمه اللي فاتت. او حاجه ثانيه، انت بيبقى عندك الواي بلانت اللي هو الفيزيكال سيستم زي خارج الانتن او خارج الموتور مثال اللي هو الخط المنقط. الواي ام ده بتاع الموديل الرياضي اللي انت عملته، بتروح ترسم الخارجين وبناء على الرسمه كده لما تلقى الاثنين يقتربوا من بعض او ينطبقوا على بعض يبقى الاوردر اللي انت اخترته صح، يبقى الان اللي انت اخترتها صح. خلي بالك الان كابيتال هنا ده عدد الايتريشن، وليكن انا هاخد 20 ايتريشن 100 ايتريشن دي عدد السامبلز. الواي ام ده الاوردر بتاعها انت اللي مختاره اللي هو ان بتاعتك اللي هي مين الصغير اوردر بتاع السيستم فيرست اوردر مثلا. خلاص. وبتقعد ترسم الخارجين مع بعض لمده مثلا 100 سامبلز. تمام. فلو انطبقوا يبقى ده الاوردر بتاع السيستم، الان سمول يبقى هو القيمه الصحيحه اللي انت اخترتها. لو في فرق كبير ما بينهم على الرسم كده زي ما انت شايف يبقى القيمه الان اللي انت اخترتها غلط. كبر الان للمين؟ للمره الجايه. لو انت مختار الان بواحد خليها باثنين، اختارها باثنين خليها بثلاثه، وغير وارسم تاني. يبقى عشان اعمل تشيك الان بتاعتي كوريكت ولا لا، هرسم الريسبونس بتاع الواي ام والواي بي وذا ريسبكت تو ان، لان اللي هي عدد الايتريشن او السامبلز. لو التو ريسبونس ار ذا سيم او يقتربوا من بعض جدا يبقى الان سمول الاوردر بتاع السيستم اللي انت اخترته صح زي ما هو واضح من على الرسم. تمام. تمام. ده ازاي اختار الموديل بتاع السيستم الاوردر نفسه. هاو تو تشوز انبوت سيجنال. الانبوت سيجنال اختارها ازاي؟ ما انت في انبوت بتطبق. لو انتوا فاكرين في الجدول اللي فات كان في انبوت بيتغير، لازم تحط انبوت على السيستم عشان اطلع على خارج، احصل على خارج. تمام. فطبعا الاوتبوت بتاع السيستم ريبريزنتد زي ما شرحنا بيفور. ادي المعادله عندك ان سالب اي واحد واي اوف تي ناقص واحد ناقص اي اتنين واي تي ناقص اتنين وهكذا في الخارج، زائد بي زيرو في يو، بي واحد يو تي ناقص واحد، بي اتنين يو تي ناقص اتنين وهكذا، زائد الاي. الاي قلنا ده عباره عن مين؟ نويز عندنا، وايت نويز طبعا. خلاص. طيب لو احنا خلينا الانبوت سيجنال عندك كونستانت، كونستانت يبقى الواي اوف تي بتساوي واي تي ناقص واحد بتساوي واي تي ناقص اتنين، لان اصلا لما يبقى الواي ثابت مع الزمن فعند اي لحظه زمنيه القيمه ثابته، ويبقى الواي اوف تي بتساوي يو تي ناقص واحد بتساوي يو تي ناقص اتنين، وبالتالي ممكن اخد دول عامل مشترك واسميها يو اوف تي بس، لان القيمه ثابته مع الزمن مش بتتغير، وبالتالي بي 0 بي 1 بي 2 هيتجمعوا. تمام. لما يتجمعوا كده يبقى عندي ثلاث متغيرات في السيستم هيتجمعوا مره واحده وهيتم حسابهم في المعادله كمتغير واحد. يبقى البارامتر بي 0 بي 1 2 هيستيميتد از بارامتر واحد هو عباره عن جمعهم. طبعا دي هتبقى مشكله، مش هحسب بي 0 بي 1 بي 0 بي 1 بي 2 كل واحد لوحده لو الانبوت متغير. تمام. فطبعا دي هتعمل لي مشكله. لما الانبوت سيجنال بقى كونستانت ايه كمان بيقول لك؟ لما اروح هو عمل النظام ده مثال يعني طبقه، ليه الكوفاريانس ماتريكس اللي هي بي اللي هي اكس ترانسبوت في اكس في اكس ماينس 1 بيقول لك ايكوال تي 0. ايكوال تي 0 دي مشكله ان البيم بتساوي زيرو، يعني البارامتر مش هيحصل لها ابديت، مش هيحصل لها ابديت، وبالتالي البارامتر نوت استيميتد، ما اقدرش اعمل لها استيميشن. اللي بيقول ان السيستم في الحاله دي لو الانبوت عندي ثابت والكوفاريانس ماتريكس عندي مش قيمتها بزيرو، فبالتالي بيقول لك اندر اكزايتد سيستم. تمام. والايدنتيفيكيشن الجوريزم اللي احنا شرحناها ما ينفعش تتطبق، ما ينفعش. خلاص. لحل هذه المشكله، عشان نحل المشكله دي بنضيف حاجه اسمها او بنطبق سيستم انبوت على سيستم اسمه تيست راندوم سيجنال تو ذا سيستم تو تشينج ذا كواليتي اوف ذا انبوت سيجنال. تمام. يعني انت لو الانبوت عندك بواحد كده ثابت على طول ده الانبوت، فقال لك ما ينفعش اطبقه كده، فبيضيف حاجه اسمها تيست راندوم سيجنال تو ذا سيستم
to change the equality of the input signal عشان تغير الانبوت سيجنال نفسها. ال general constraint on test signal identification للانظمه الصناعيه. اول حاجه التست راندوم سيجنال دي اختارها ازاي؟ اللي انا بضيفها على الانبوت اول حاجه لا تؤثر على النظام، تمام؟ رقم واحد لا تؤثر على النظام، لا تؤثر على خارجه. التايم ابلايد اون ذا سيستم التايم بتاعها اللي انا بطبقه باي ذا تيست سيجنال اللي هي الراندوم تيست راندوم سيجنال المفروض تبقى شورت لان بيتم تطبيقها في مرحله ترانزيانت فقط، خلاص؟ وزاوت لوسز لمين؟ للاكيورسي بتاعت السيستم. تاني يبقى التايم ابلايد اللي بطبق فيه الاشاره دي اللي انا طبقتها على الانبوت كمان عشان اعمل تعديل في الانبوت عندي بيقول لي ان هي مالها لازم تبقى شورت. شورت دي في قانون بعد كده هيظهر شويه ان هي تساوي تقريبا 1.5 من مين؟ من مدتها بتساوي 1.5 من السيتلينج تايم. المين فاليو الاشاره دي لو جمعتها مين فاليو بتاعها مين فاليو تيست سيجنال لازم يبقى بيساوي زيرو بحيث ان هي ما تضيفش اي تعديل على السيستم. الامبليتيود بتاع الاشاره دي اوف ذا نويز سمول ان ماجنتيود بالنسبه للانبوت سيجنال. الانبوت سيجنال لو واحد فلما تضيف اشاره تعديليه عليها الماجنتيود بتاع الاشاره اللي اتعدلت فيها تبقى صغيره. مش فاهمين قوي، تمام؟ هنفهم دلوقتي. طبعا كل الخصائص دول اللي فوق اللي انا شرحتها بتتحقق في حاجه اسمها زيدو راندوم باينري سيكونس از تيست سيجنال. الشروط اللي فوق بتتحقق في الاشاره دي، خلاص؟ راندوم باينري سيكونس بي ار بي اس، تمام؟ طيب دي شكلها ايه؟ دي شكلها بالشكل ده اهو، خلاص؟ اهو جنرال فورم للبي ار بي اس تيست سيجنال بالشكل ده. هتلقى بص لو انت طبقت الانبوت بواحد هتلقى الامبليتيود بتاعها 15%، قيمتها صغيره قوي من الانبوت، وطبعا القيمه بتاعتها موجب سالب عشان انت لو حسبت المين للقيمه الاشاره دي على طول الفتره المين بتاعك يطلع بزيرو. يعني لو حسبت الجزء الموجب مع الجزء السالب تلاقيهم قد بعض يلاشوا بعض، يبقى كده المين بتاعها دايما بزيرو، يبقى كانها ما غيرتش من الانبوت حاجه. المده بتاعتها بتبقى شورت، خلي بالك معايا هنا. بص كده بيقول لي ان السيجنال بتاعتي محدده كمان بريودك دوريه شبيهه بالوايت نويز، شبيهه بالوايت نويز. الامبليتيود بتاعت البي ار بي اس سمول ان ذا رينج اوف فيو برسنتج من الستيدي ستيت فاليو 1% اوف يو اس اس. الانبوت بتاعي لو بواحد هي عباره عن 1% من الواحد، تبقى ايه؟ 1% وبالموجب وبالسالب، خلاص؟ تمام. الستيدي ستيت فاليو بتاعتها القيمه بتاعتها لا تتخطى ال 1% من الستيدي ستيت فاليو بتاع الانبوت وليس الاوتبوت يو اس اس من الانبوت، خلي بالك. وايل ذا بيريود اوف البيريود بتاعها تو بي جريتر ذان السيتلينج تايم، يبقى هي لازم البيريود بتاعها تبقى شورت وكمان جريتر ذان ذا سيتلينج تايم بحيث انها تحقق ان هي اتطبقت في الترانزيانت، ان السيستم لحق يستجيب ليه، ان في خارج من السيستم الحقيقة احصل منه، يبقى في استجابه للانبوت عندي، في استجابه للانبوت بتاعي، خلاص؟ تقريبا قلنا من 1.2 ل 1.5 من السيتلينج تايم، خلاص؟ يعني الاشاره اللي عندك دي بص كده عندي 120، يعني الفتره دي 120، الفتره دي اللي انا طبقتها فيها لازم تبقى مين؟ لازم تبقى صغيره. تاني بص كده مثال بيقول لي ايه؟ السامبل فاليو تي اس ب 2 ثانيه، السيتلينج تايم عندي ب 400 ثانيه، السيتلينج تايم بتاع السيستم 400 ثانيه، يعني الخارج عشان يوصل للفاينل فاليو محتاج 400 ثانيه. يبقى تاني الخارج عشان يوصل للفاينل فاليو محتاج 400 ثانيه، التي اس عندي ب 2 ثانيه، يعني كل 2 ثانيه بطبق سامبل بيريود، بطبق ايتريشن،
خلاص يبقى ال n عدد السامبلز n في التي اس بتساوي 1.5 مين التايم مين سيتلينج او سيتلينج تايم. التي اس هي البيريود بتاع مين الكلوك اللي هي مين قلنا 2، يبقى انا عايز مين ال n. فال n بتاعتي ال n بتاعتي بتساوي 1.5 تايم سيتلينج على التي اس، تعوض تطلع 300 سامبلز. 300 سامبلز، تمام حضرات؟ خلاص. وبالتالي النمبر اوف ايتريشن بيساوي 300. ليه قلت النمبر اوف ايتريشن بيساوي 300؟ بيساوي 300 بحيث ان الخارج يستجيب للانبوت، وفي نفس الوقت يبقى انا كده ايه طبقت صح، لان الخارج يكون دخل في الستيدي ستيت على الاقل وانا ضامن ده كله، تمام؟ طيب وده مثال للاشاره اللي قدامك اهو. وطبعا طبعا لحل مشكله الكوفالنس ماتريكس، لو البي عندي البي عندي اوف تي طلعت بقيمه، خلاص لما رحت تحسب البي اوف تي زائد واحد اللي انت عايزها عشان تعمل بيها استيميشن للبارامتر في الحاله القادمه، طلعت نفس الماتريكس اللي فوق، ما حصلهاش تغيير، ما حصلهاش ابديت، يبقى ما حصلش تشينج للكوفاريانس ماتريكس اللي هي البي. بالتالي يا حضرات دي مشكله ان مش هيحصل ابديت للبارامتر، تمام؟ عشان احل المشكله دي في طرق كتير لحل المشكله دي. اول حاجه اسمها ريسيت للكوفاريانس ماتريكس، الطريقه الثانيه اسمها راندوم ووك، الطريقه الثالثه اسمها فورجيتنج فاكتور. الفورجيتنج فاكتور دي ركز معايا كده، هي دي المعادله اللي احنا حسبنا بيها البي الجديده، بي تي زائد واحد اهي، خلاص طلع بالشكل ده. طبعا اعمل ايه، هو ابتدى الترانسبوز دي فكها طلع بالشكل ده، فبيقول ان البي بتساوي بي ترانسبوز، فانا البي تي زائد واحد هنا هيبتدي يعوض على الكي، هو عوض على الكي من هنا خلاص، ونزل اكس في بي هنا زي ما هي خلاص، هيبتدي يفك لان هنا بي اوف تي وبي اوف تي ابتدى يخلصها، يطلع بي اوف تي بطريقه ما، بيطلع بي اوف تي زائد واحد بالشكل ده خلاص. طبعا هو لما خد عامل مشترك تبقى يونتي ماتريكس دي هنا خلاص. طيب البي تي زائد واحد بتساوي البي اوف تي، معنى الكلام ده، معنى الكلام ده ان القيمه دي بواحد خلاص. لما البي اوف تي زائد واحد بتساوي البي اوف تي، معنى القيمه دي انها بتساوي يونتي ماتريكس خلاص، ودي عامله مشكله خلاص. فيعمل ايه لما القيمه دي بتساوي اليونتي ماتريكس كده خلاص قيمتها مش بتتغير، ان البي اوف تي بتساوي امسك هنا اقسم على جي، جي ده عباره عن ثابت اسمه يطلق عليه الفورجيتنج فاكتور، يعني المعادله اللي فوق هيقسمها بس على ثابت جديد خلاص، ثابت جديد اسمه جي، فورجيتنج فاكتور جي قيمته بين الزيرو والواحد، في الغالب بياخد الجي من 97 من 100 ل 99 من 100، بيعمل كده مين فورجيتنج فاكتور بي، بيغير في البي تي زائد واحد هو بنفسه خلاص. فعشان كده دي اسمها فورجيتنج فاكتور من الطريقه دي. الطريقتين التانيين اللي قلنا ساميين فوق مش مشروحين هنا. طبعا ان شاء الله في الفيديو القادم هشرح لك اربع امثله سهلين جدا من الشيت وتطبيق للكلام اللي انا قلته.